بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا فيه عن مشكلة البيضة الواحدة او الحمام اللي هو ما قطع البيض او اللي هو المريح بمعنى اصح. النهاردة هنتكلم عن مشكلة البيضة اللي هي بدون قشرة او البيضة اللي هي قشرتها ضعيفة. طبعا البيضة اللي هي بدون قشرة دي اللي احنا بنسميها البيضة البريشت. هنتكلم النهاردة عن علاجها، بس لازم نعرف الأول أسبابها مع بعض كده على السريع. طبعاً أسباب البيضة اللي هي البريشت أو ضعف قشرة البيضة عامة، ده بيرجع لعدم وجود الكالسيوم. عدم وجود الكالسيوم إزاي يا جماعة؟ يعني لو المكان بتاعنا طبعاً ما بيخشلوش شمس، طبعاً ده عامل أساسي في إن هو يدي نقص كالسيوم للطيور أو للنتاية عامة. طبعا ده الكالسيوم العامل الاساسي في البيضة اللي هي قشرتها ضعيفة او البيضة البريشت. يعني الموضوع بيحتوي على الكالسيوم. لو مفيش كالسيوم بقى للنتاية، فطبعا لازم البيضة تطلع بالطريقة دي. فانا لازم اوفر الكالسيوم بتاعنا للنتاية اللي هي المفروض ان هي هتبقى تحصي. فاول حاجة هنعملها لازم ان انا اوفر في المكان بتاعي الشمس، او ان المكان بتاعي لازم يدخله الشمس. في بعض الناس بتربي طبعا في اماكن ما بيخشلهاش الشمس. لازم يا جماعة كل فترة كده، حتى كل اسبوع اسبوعين بكتير قوي، ناخد على الاقل خالص، مش هقولك الحمام كله، ناخد النوتي كده ونحطها في سلاكة ونطلع بيها برا في الشمس لمدة ساعتين اتنين، هتدي الكالسيوم للنوتي اللي احنا محتاجين لها كالسيوم. طيب العامل الاساسي التاني، نقص كلوريد الصوديوم داخل النتاية. ايه هو كلوريد الصوديوم؟ اللي هو الملح الطعام. ملح طعام، هتجيب نص معلقة ملح طعام على 5 كيلو كلفة، او معلقة كاملة على 10 كيلو كلفة، اللي انت هتأكل بيها الحمام بتاعك او اللي انت هتكلف بيها الحمام بتاعك، وبتحطها على الكلفة وبتقلبها كويس. ده برضو بتديها الكلوريد الصوديوم اللي هو بتحتاجه النتاية. تاني حاجة بنوفر التحديق. التحديق مهم جدا يا جماعة للنوتي او للحمام المحبوس بالطريقة دي. طيب انا مش هقدر اعمل ان انا مفيش عندي مكان للشمس بيخش منه، او ان انا مفيش شمس بتخش عامة للمكان بتاعي، ومش متوفر ان انا اقدر ان انا اخد الحمام بتاعي احطه في الشمس. يبقى بنجيب فيتامين دال، ولازم كل اسبوع نحطه في المية عشان نقدر ان احنا نمد الطائر بتاعنا بالكالسيوم. طيب الحاجة التانية اللي هي اللي انا بتكلم عليها، التحديق ده مهم جدا ولازم يكون متوفر داخل السلاكة بتاعتك او في العين بتاعتك اللي انت بتربي فيها. التحديق ده عامل اساسي في الكالسيوم اللي هو بتاخده النتاية عشان تقدر تحصي. الحاجة التالتة بقى اللي احنا هنتكلم عليها والاساسية، ان انا لازم اجيب كالسيوم محار بحر او كالسيوم فاركو. تمام، او واضح كده يا جماعة، كالسيوم محار البحر. تمام، ده دي اف 3. تمام، اهو دال 3، فيتامين دال 3 اهو كده يا جماعة، عشان العلاج يبقى واضح. الكالسيوم ده انا بستخدمه عامة وهنستخدمه دلوقتي برضو مع بعض. تمن العلبة دي يا جماعة حوالي 21 جنيه، فيها 3 شرايط. الكالسيوم ده مهم جدا ان احنا في فترة النتاية اول ما بتبدأ خلاص على وش حصى، بديها نص قرص من ده، واثناء ما بتضع البيضة التانية او خلاص ان هي رمت الحصوية الاولى وهترمي الحصوية التانية، فبديها النص التاني. عايز احذر بس من حاجة مهمة جدا، عدم الافراط في الكالسيوم يا جماعة، عشان ممكن ان احنا بنعالج طبعا القشرة اللي هي الضعيفة، فممكن ان هي تبقى قشرة قوية فالزغلول يحصل له زي عملية الكبس اللي انا اتكلمت عليها نتيجة سمك القشرة اللي هي بتاعت البيض، ان انا اديت كالسيوم زيادة للنتاية. فطبعا ما بنفرطش في الجرعات اللي هي بتاعت الكالسيوم. انا بعملها مرة لما بتيجي بس النتاية تبدأ تحصي، مش عمال على بطالها ندي الكالسيوم، عشان ده غلط طبعا زي ما احنا قلنا. هنشوف بقى عمل دلوقتي مع حاجة عندي طبعا خلاص على وش حصى اهي.
ادي خلاص النتايه دي كده موسعه، وادي البيضه خلاص محجره اهي داخل النتايه. فطبعا اول حاجه بعملها هندي قرص، نص قرص الكالسيوم طبعا عشان بس اقدر ان انا اتعامل مع الطيره كويس، وحطيتها تاني مكانها. ادي نص قرص الكالسيوم تمام. هنمسك كده الحبايه بالطريقه دي كده، نقسمه نصين اهو، نصين كده يا جماعه بالطريقه دي. هنديها نص قرص في الفتره اللي هي خلاص قربت تحصي، اللي هي خلاص الحصويه الاولى تمام. هبمسك النتايه كده، النتايه بتاعتنا برضو كل حاجه ان شاء الله هنعملها عملي برضو مع بعض عشان كلنا نتعلم كده. بفتح بقها كده يا جماعه، وادي نص القرص بحطه، وبحط صبعي لغايه ما ينزل ايه جوه، وهي هتكمل وهتبلع النص قرص اللي انا باكله. اثناء بقى ما بترمي الحصوات الثانيه، اول ما بترمي الحصوات الثانيه بديها نص قرص، وبعد كده ما بديش اي حاجه تاني، عشان زي ما احنا قلنا الافراط في الكالسيوم غلط جدا. عشان بدل ما انا بعالج الموضوع اللي هي بتاع ان انا عايز قشره ضعيفه، لا انا كده بعمل قشره سميكه، فالزغلول بتاعنا ما بيقدرش يطلع. جرعات الكالسيوم طبعا مهمه جدا للنوتي اللي هي بيبقى طبعا بيبقى فيه نقص كالسيوم عندها، فجرعات الكالسيوم ولكن بدون افراط فيها، عشان برضو ما يحدثش اي مشاكل عندنا في الزغاليل او يحصل موت للزغاليل. طبعا لو انا مش متوفر عندي موضوع الشمس ده، بعوضه بفيتامين د، بحطه في الميه، وبعوض برضو بالكالسيوم اللي انا اديته دلوقتي لحضراتكم قدامكم عملي دلوقتي مع النتايه اللي انا بديها الكالسيوم كده. يا جماعه بكون نهايه الحلقه بتاعتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسناش في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراككم في القناه، دعما لي ودعما للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.